بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنقدم لكم أماكن امتحانات اختبارات القدرات شعبة الفنون دي يا جماعة، دي الأدبي وعلم علوم ورياضة، أدبي وعلم علوم ورياضة. بالنسبة بقى الموقع الجغرافي اللي هتمتحن فيه أو الجامعة اللي أنت هتمتحن فيها إيه؟ بالنسبة عندنا إن شاء الله بأمر الله محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم هيمتحنوا في جامعة في كلية فنون جميلة اللي في الزمالك اللي هي تبع جامعة حلوان. بالنسبة للطلبة بتوع اسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح دول هيمتحنوا في كلية الفنون الجميلة فنون جامعة الاسكندرية. بالنسبة للطلبة بتوع بني سويف والمنيا هيمتحنوا في كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنيا. بالنسبة لقنا، طلبة قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر دول هيمتحنوا في كلية الفنون الجميلة فنون بالأقصر. بالنسبة لطلبة أسيوط والوادي الجديد وسوهاج اللي هيمتحنوا في كلية فنون جميلة أسيوط. بالنسبة للطلبة بتوع الدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ والغربية والمنوفية دول كلهم هيمتحنوا في كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة. يبقى ده كده الموقع الجغرافي لكل طالب هيمتحن فين أو أقرب مكان أو أقرب جامعة لمقر سكنه. طيب بالنسبة يا جماعة لأي أسئلة، أي أسئلة يا ريت تبعت لي على القناة، إن شاء الله هجاوبك على طول بكل صراحة بكل صدق، طبعا مش هديك أي معلومات مغلوطة، ويا ريت تتأنى في أي معلومة تاخدها عشان في ناس يا جماعة بيضيع مستقبلها بسبب كلمة أو معلومة غلط. تابعني إن شاء الله، أهم حاجة بس تفعل الجرس عشان لو في أي جديد وأي معلومات هتلاقيني منزلها على القناة إن شاء الله. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.